حضرات المشاهدين، السلام عليكم. الركن اليوم هو ركن الحوار السياسي، لكن يعني ما عندنا جينيريك اسمه الحوار الفكاهي، لأنه موضوع اليوم هو تقريبا السياسة الفكاهية، و يعني الأمر تقريبا ضروري في الفترة دي، لأنه كما يقول المثل الشعبي كثر الهم ضحك، واليوم احنا في درجة من الهم أنه نفضل أن نضحك شوية. فلهذه المناسبة استضفنا الكاتب والصحفي الثائر توفيق بن بريك. سي توفيق، أهلا وسهلا بك. سلامة. سي توفيق، أنت من أيتام بن علي. أيتام بن علي، خلينا نوضح شو معناها من أيتام بن علي. سي توفيق اختص في الكتابة في كل كتب متاعه على بن علي. هذا علاش نقول من أيتام بن علي؟ لأنه بعد هروب بن علي بسنة ونص تقريبا، يعني شحت قريحتك، ما كتبتش ياسر بعد ما مشى بن علي. الظاهر اللي هو كان يلهم في قريحتك مشى هو، قعدت انت في الشايع كما يقولوا. تقول يتيم معناتها بن علي ما ماتش، لكن ربو خلك. اي لا، باش الي فري، معناتها كان باش نرجعوا لاخسر لو برومي امبيرور شينوا. نعم. عمل موزولي للعدو نتاعو اللي قتلو. علاش؟ باسكيل تير توت سا فورس اي توت سا غلوار دو سيت انمي. كيف تو واحد باش يكذب؟ نحن العركه نتاعنا معناتها عطتنا توت لوريال كيلفو. معناتها عطتنا البهرج لاغلوار والمجد. معناتها كان ما جاش بن علي عام 2000 وعملت الاضراب الجو، راني وليت معناتها الناس هذه تو تنسى، راني كنت صوره عالميه معناتها هكا ولا لا؟ وغطيت على موت ليدي ديانا عام 2009. جيتي لو برومي، جو نيتي با لو تروازيام افون اوباما وبرلوسكوني وموت اسمه فهمني. نذكر ان الصحف الغربيه وقتها كتبت الرجل الذي ركع بن علي. يعني هو ليه معناتها حتى كان، ولكن كان نزال معناتها كان تو براس امك مع شكون باش الناس مع المرزوقي اللي سميته زوكي، تو بن علي سميته اسماء الله الحسنى فهمني، زاباز جينوشي بنافي اللي تنقلتها معناتها تو هذا مشكون معناتها. الاخر سميته سيماس طفاء، بعد سميته زكيه، وتعرف في تيتر من التيتروات تقول وتسهرون الليله مع زكي وزكيه اللي هو معناتها المنصف وبن جعفر. مثلا الغنوشي الى حد الان ما لقيتلوش، سميته زبلا، سميته كيف عبد الله وزباف زبلا، سميناه رشودان على بلادين، سميناه معناتها تواد قال لي غنوش شيء. اذكرت معناها انت من ايتام بن علي، لانك انت مره في حوار معنا احنا تقريبا قلت انا باللهجه نتاعك انت قلت نجم نكتب كان على بن علي. لا في وقت من الاوقات نعم. بالحق معناتها معناتها ما كانش عندي حاجه نصدرها لبرا، باش نصدر الدقله، باش نكتب على الدقله، باش نكتب على الجربه، شكون باش ياخذها؟ الناس ما تجري كان في بن علي. ماني قلت انا مره في الجزيره قول لك وكل المعارضه شنو يبيع هذا؟ معناتها انا بياع. كيما سيت ان لونغاج جورناليستيك قول لك معناتها جو نو با فوندر، معناتها ما ثمش حاجه فوندابل. كان بن علي لو سول، وانت تعرف في وقت من الاوقات مانيش انا وحدي، اما وصلناه ولا يتربى على عرش الديكتاتوريين الكل هكا ولا لا؟ يا اخي ما كانش يفوت ميزولوفيتش، ما كانش يفوت معناتها صدام حسين، حطوه عملوا له الواحد تذكر هاك النيميرو سبيسيال نتاع الكنار اونشيني اللي حطوه هو الاولاني، معناتها ماخذ ميداي دار. هذا بفضلك انت. لا ماهوش بفضلي، معناتها بفضل الناس تكون، ولكن تحب ولا تكره ولا تضحك خويا. نعم. لما هالة عرقتها له كما كيف ما حبت الشريعة وأصول الدين. و اي جو نو ريغريت با سو كومبا. برشا ناس يقول لك لا عذبني العمر بالزور، عذبني هو بن علي
من انا قبل ما نتا يعمل لي حاجه وساعه يبعث لي جماعه يا اخي ما بعث ليش قبل ما يدخلني الحبس 3 ايام لا لا داعي اللي ذكرني انا ما اصدقائنا فهمت تو ولكن معناتها يا اخي ما الليله ما تشحتش فيا وانا في الحبس باش نخرج وذكرها سي بسيس معناتها توفيق انت عندك تقريبا اتفاقيه سريه بينك وبين بن علي الاتفاقيه هذه تقول انه قبل كل انتخابات رئاسيه تضرب مراه ويحطك في الحبس اي وانت تشهد عليهم الكل انا فهمني اي وانا الليله في كل انتخابات راهو يعمل لي زوبعة مثلا امين في عام 1999 عمل لي زوبعة معناته كبيره ما بين في اخوتي معناته جلال خويا والسيده وبنويده واحد ولكن ديما هكاك ولكن زوبعات الاخرين زوبعات في 2004 نعم معناتها معناتها بعث لي امراه تتهمني بالاغتصاب في باريس واللي القضيه هذه دامت معناتها 6 سنين واللي معناتها ولا منظمه ولا عمر بوزور معناتها عاوني فيها معناتها ضربت وثم من الناس يقول لك ينجم يعملها هذا بامريكا هكا ولا وانت تتذكر حتى فهمت ولكن معناتها في الاخر القضاء الفرنسي ما كانش قضاء معناتها تابع لبن علي معناتها انصفني ولكن بعد جهد جيد ويلزمك تعلم اخي معناتها الطاهر انه معناتها ايدين فرنسا كانت موجوده فيها لانه في الويكيليكس معناتها حتى كيفاش تدخل معناتها الفرنسيون معناتها شو اسمه الدي اس تي نتاعهم وهي المخابرات التونسيه معناتها المهتمة بالخير وكتبت عليها ميديا بارت وتسماها لافير بامبريك ات اون افير فرانكو فرانسيز مام با فرانكو تونيزيان لا لا فرانكو فرانسيز لانه الفرنسيين كعبروا هيلي غادي ما عملوا هيلي وحتى لو انه معناتها تو انصفني معناتها انصفتني العداله معناتها الفرنسيه ولكن راهي دامت 6 سنين 6 سنين والناس يحبوا انها معناتها حط في بالك برشا ناس حبتها انها تكون هكا المهم توفيق قبل كل انتخابات رئاسيه اي بن علي يجيبوا لك امراه هي هي ثم الطفله اللي عملت هالي كعبرت هالي معناتها قدام الليسي ومع بنتي ولتو والله اليوم برك يجبد هالي واحد كي مشيت المط قال لي بالله الطفله ويني هذيك اللي قالت راك ضربتني وما تو انا شديت لها شعر وهو مو بن علي وعلاش يبعث لي نساء يعني ما انا ماش لاعب حتى شيء ما نعرفش نخاف منهم اصلا تقول لي ماش تخاف نقول لك خاف من نساء هكاو شو تعمل لي راه سمك امراه حتى الناس تخاف مثلا اسمع مثلا امراه تضرب كل شيء اكثر حاجه تعمل تشد تبوسه فهمني باش تعلمها كيفاش تضربني فهمني توفيق انا خايف تويك في الانتخابات الجايه انه صاحبك المرزوقي يبعث لك مراه تضربها باش يحطك في الحبس مره اخرى هل تتوقع ان يعملها مرزوقي ولا والله هي اللي تعرف شنو والله نتصور ويعمل هالي ويكعبر هالي لاني عرقت هيلو وهو راه بعث لي برشا من الناس ما نحبش ثاني نذكره يعمل لهم قول له راني اخوك الكبير انت صغير انت صغير مش كبير اكبر منك هو قال لي قول لهم راني اخوك الكبير فهمتني قول له راني اخوك الكبير ويزي ومعناتها برشا من الناس قال لهم تو هكا توفيق اخي انا وياه وما هو استدعاني معناتها على اول ما مشى للقصر قال لي هذه دار اخوك الكبير وجيب عزه وعلي وخديجه مو يحب علي وخديجه خديجه يسمي فيها ديز دي سوم نمشي دار خويا الكبير انا عندي خويا كبير اكبر منك عندك اي عندي برشا ناس سابع في العائله معناتها عندي اخوه برشا مش مدخلني فيه مش عندك يو بلوس نيت تو انت تتذكر اللي علاقتي كانت علاقه كبيره معناتها كان يدافع عليك دايما ولكن حط في بالك كنت ندافع عليه هنا اكثر انا كتبت عليه في لو موند ما هيش في تونس نيوز ولا في جريده الكترونيه راه في لو موند في لي باج ديبا وبحذاه المقال نتاعي هو اللي يفتتح الباج ديبا وبحذاه كتبت عليه جافات ونصيف مرزوكي وان هو طايح وديبريمي والناس كل حجمت له سورتو سهام وعمر حجموا له ونحوه من الواحد خلاص ونحوه مو يكرهوه هما في الواحد نجيب يكرهوه خميس الشماري يكرهوه ثمش واحد في المجتمع المدني ما يكرهوه ما هو معناته شوف ثم حاجه في الوقت هذاك اللي تي
très brillant, il était très honnête, il avait beaucoup de fougue, il prenait plus de risques que les autres, mmh. Ou il était imprévisible, mmh. Éternellement imprévisible. Bon. Il est lion. Il est lion. Ou alors que Lélé, il n'est plus, parce que moi, je m'attendais, je dis que c'est le chassi, il a dit que c'est le chassi, il a dit que c'est le chassi, il a dit que c'est le كيفاش يبدا كيفاش لاطوناسيون لانتوناسيون تو ولا قبل تو تو شفت كيفاش يخدم كيفاش يخدم ايوا المواطنون يبدا بشويه ويفجع يقول انا ودي ديما نقول ولدي هبط الواحد الجيران تسمع نبدو حاطين ويبدا يتكلم بشويه وبعد يطلع وهبط ويطلع ويتغشش ولا شفت كيفاش يقعد والله لانه كان صديق لما حال ان نحب والله نذكر حاجه نعم وتعرف عنده برشا ما طلعش ونعملت الاضرام الجوع ما هي الناس يا اخي ثم ناس طلعت قبل انت كنت في فرنسا بكري ماني وانا ما حليت هين ما رجعون الباسبورات وتشوف فيها كل هورت سوفار طالعين في فرنسا انا ما كنت عندي صديقه ما شيء هو خميس كسيلة ولكن في الوقت ذاك عندي صديقة أكبر معها هو استدعوني لوموند في المطعم متاعهم الفوق عملونا بدو جي بي واحد كذا معنا إليم فلوتر هاد إدوي بلينيل وك فراشان المدير متاع الواحد ومرته اللي عملت لي البورتري كي انتربا وجي سوي لسال نو بن علي ثم عملونا زاد بعدهم زين اما معناتها اول واحد عملت بورتري للتونسي هو توفيق بن بري تسمعوا بون شدوا المنصف ما نجمش يشد روحه غار قال وهي اللي عملت لي سيجما معناتها بعثت لي معناتها اون جراند فوتوغراف دو غير معناتها تصويره حلوه ياسر قال لهم شنو التصوير سي كوا سو بورتري اون ديري انت ان هرب هرب من لازيل هرب من منوبه خزروا له معناتها لين سي لور ترافاي سي نو اونيس معناتها تنس مزرسين كي دو بلينيل دوك جون بيير تو كوا كرهو كرهو مش ناكر الراجل معناتها كومون يل ايمي معناتها دابور سي ني با فري هو البورتري عاملينه عليا قلت لك كي يشد من الغيره ما نجمش يشد روحو من الغيره قال شنو شوف التصوير كانوا هرب من من من, 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 من واحد سبيطار المجانين معناتها فهمتني توفيق عندي تعرف المرزوقي وتعرف كل الطبقه السياسيه علاش هل تقول يكرهوه علاش يكرهوه انا لاحظت اللي تي اللي تي فاروش اللي تي مو جون والله هي جافي بوكو دي سيم بور لي ومن بوكو دافيكسيون داير كان يتعرف ديما نهبط من سوسه ونرضيه هاي عايش بوي هاي 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 وديما يديميسيون ديما عمل عليه انه يديميسيون اي فك الكونسي ناسيونال كل يوم هو لما هلك المعارقين هنا اقبل جعفر كنت مسيح من اللوط فهمني دنفير كركدن والاخرين عمر لولو قلبه فهمني اكيد تعرف اللي الطبقه السياسيه اللي تري زونيت اللي تري لا لا يكرهوا يكرهوا لا مش 2007 مروح هو هنا ودي يعملش عمله تبديش به مثلا مشى في الطريق للواح ولا مثلا انه نطلب على العصيان المدني للواح اوه وش كلام شلال ولدي حد كلام عيب كان يتكلم علي تو ايش بيه سي بيرمي سي بيرمي لو لوكس دو دي خيبه ان واحد يطلب على العصيان المدني ايش بيه الكل الكل بما فيها قال لك معناتها ايش بيه يا اخي وسي نمبر في الوقت هذاك خويا طار وكنا نحاربوا كان بالكلام خوش عندنا حاجه اخرى عندنا متريات عندنا يا عندي زي وكل واحد على باب الله فهمتني؟ لا نتذكر 2007 روح هو هوني وعملوا فيه ما يتعملش البوليسيه مو هو البوليسيه لا معناتها غالب هو وعلاش مشى؟ ممكن معناتها بن علي عمله كيف ما عمل بورقيبه للثعالبي اكهو ما عادش ينجم لا هو هنا هنا نحب نقول لك إن با لا كارور دا كومباتون متعرف زوس
دون ليميت كان مضروب في بشر بشر واحد نسيت له اسمه البشر هذا ودايور الى ايتي ديفينيزي البشر علاش يحبوا لانه ما يخافش من لوميناسيون اي نا با بير دتر اوفونسي اي نا با بير دايور ميم دو سو اسكي دون معناتها برشا ناس تعتبر لي فرير كرامازوف هي اكبر اوفر ولكن معناتها ليجو دون لو برانس ميتشكين اي تي معناتها كيفاش بلاندي كونتر لوميناسيون يا اخي نبنى عليه عمل لي شويه لا وقتها هو هو المشكله خر شويه شويه قال لك هوموسيكسويل وتصاور لتو مازلت تصاور لا وقتها المشكله كنت مثلا تو كنا مجموعه كبيره فيك البوليسيه اللي نهار كذا منصف كان يتنرفز يتلفت لهم من بوك وبوك هما وقتها عاد هو في وقتها في القنداوي قرر ان يعتكف في القنداوي ما عادش يخرج من الدار قال مش نعتزل في داري وكذا جيت انا نجيب الشاب قلت نجيب خلينا نمشيو نطلعوا على المرزوقي على الاقل نضامنوا معاه لا المرزوقي نهار كان بيسب فينا بالحرام لا مشيتها وبالحرام لا وكذا جيت للمختار الطريفي قلت له هذا رئيس رابطه سابق وكذا ايش نمشيو نطلعوا عليه نساندوه وكذا بالحرام لا مشيها شفت كيفاش يسب وكاش كذا في الاخر لقيت عايشي الهمام قلت له عايشي تعرف دار المرزوقي في قنطه وقال نعرفه قلت له بجاه ربي اجى معايا خل مشينا قالنا بهذا سويا ضامنا معاه وكذا هو وكيفاش كفانا وقت اللي عمل ندوه صحفي سر شكون يجيب سامي الفهري والعربي نصره واحنا اللي كان يقول علينا معنا منفس الوحيد المعارضه لم يذكرنا ولم يعيط لنا لا 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 هنا تغلط برشا ما عنده سي اعطونا لا انه ما استدعاكش شنو يستدعي؟ شي الحكايه معناتها لو جور او فريمون معناتها il sera un président de notre هو هذا معناتها خارج من كيف الاخرين خارجين من معطف قال لك جوجل هذا خارج من معطف الغنوشي اختو معناتها كان معناتها تبت هذا يا اخي ما خارج من واحد معناتها ما ينجم يكون رئيس الا ما باع ذمته وضميره وكل شيء فهمت؟ باش نعطيك معلومه اللي تدلك اللي ما باعش ذمته وضميره اليوم سي توفيق افتتاح نتاع مؤتمر السي بي ار في تونس وقراوا الخطاب نتاع المرزوق ايش يقول فيه؟ يقول توا في الترويكا مع النهضه ومع الناس كلنا يقول في تو كي شفته يقول انه النهضه تتصرف كالحزب الحاكم تاع بن علي بمعناها احتلال المواقع وتعيين الناس بدون كفاءه لكن بحسب الولاءات الى اخره الى اخره حتى انه عامر العريض خرج سمير ديلو خرج حسين هذاك او الشيخ بقى والشيخ بقى طبعا لكن الشيخ لكن ما انت اللحظه هذه والله معناتها سو سوري فريمون فانتاستيك لو يقدم اكثر لانه معناتها كيس كيلا معناتها كان جاي معناتها منصف المرزوقي حتى انسان بسيط واحد يفضل الاستقاله هذا المنصف المرزوقي اللي معناتها كان يجيني للدار وهذا المنصف المرزوقي معناتها الذي نطمئن معناتها بحذاه ونحبوه كيخونا يولي معناتها هكا معناتها ايه يصبح معناتها من قواده النهضه والنهضه هي العدو الاول نتاعنا اليوم معناتها الرجل معناتها كان يواصل السيد انا ما عنديش عدو انا كان خصو انا ما عنديش عدو في تونس بالله والله عندي كان خصو جو كروا عندي جي دي زامي دي زنمي اي موا ميم اي جونري يبان قلت كيفاش اول موقف نتاع المرزوقي اليوم والله يدار انت ما قوي في التاويل انت في الشرح والتنبيه الشرح والتاويل اسمع دار فيه الراجل رجع كيف بكري بدا ياخذ ويعطي اكثر انا ظاهر فيها تمست الواحد بدات تخدم الامور بكري ظاهر فيها ملي شد الواحد الخيوط ماشي ممسوسه تو تمست الامور عمك الواحد بدا يتحرك فهمت فرانكنشتاين فرانكنشتاين بدا يتحرك معناته بدات فيه الروح وبدات فيه وعاد كبير يستقي ويفا مارشي سور تكرا كيفا يستقي لا والله الحاجه الوحيده معناتها بور كي سوا نوتر شامب الى توجور ايتي مون شامبيون معناتها بور اي والله جي توجور كرو اون لوي معناتها جاتون متعرف يبدا بارك ويعد وطايح شويه
مرات ما تدريش فك الناس هذيك مازال عندنا في رجليها. لو ديرني كيف مارادونا لو ديرني بوت علي مارادونا فيت فيت مانزوكي تشوف ولا هي مبينه كما تنبأته معناتها بهروب بن علي الى قلت الغلطه الوحيده قلتها انه ماشي لموريتانيا ظهر مشى ولكن هما واحد هكا والاخر كيف كيف مشى للسعوديه نتصور ما يفوتش شهر هي الكل قاعد تستقيل تو من غادي فادت مدي نشوف الذمان يودي كيفك القصر نتاع الباتريارك نتاع اسمه تاع شكون تاع جابرييل غارسيا ماركيز ولبس روب دو شامبر وبنطوف مقعوف ودجاج هيك باش تصير له عمك منصف لانه ما باش تخرب صورك بحلاها معناتها ليماج قصر قرطاج خرب لا لا فيه بيبان والدجاج والبقر والبهايم متحوس خان ومعاهم ومعاهم المنصف ويخطب فيهم ها كيف في لافير دي زانيمو يخطب في الحيوانات وماذا عساه ان يقول للحيوانات كيف ما قال اسمه مو تعرف خرجوا برشا حوايج على من بعد ابن المقفى على كريم انا كنت اتصور بالجي تقول لي ان انت من المساندين الرسميين كما الحوار التونسي لحمله اكبس انت مش مساند لحمله اكبس حوار تونسي اكبس السنتوره اكبس كل شيء ما نعرفهاش حمله قاموا بها شباب الثوره يعني شباب الثورة ما ترجمها انه شباب النهضة معناها فهمت اكبس باش يضغطوا على الحكومة باش تطهر البلاد كلها وبيضمنه بضمنها الاعلام انت شنو رايك في تطهير الاعلام اول شيء لا سيرتو المنح الاخير والسيتي بي دو ديموكراسي اللي من نهار الاول اللي اسمها لا ليست نوار ذا دارك ليست انت فهمتني ديما نام بالنسبه لي كلمه برك اسمها اسمها بالعربي هي لي سنوا القائمه السوداء القائمه السوداء هذه كل مره تطلع مو تعرف في اسبانيا في وقت الانكيزيسيون عملوا لي سنوا هي ماخوذه من غادي لا لي سنوا بتاع الفلاسفه والمفكرين وخاصه اللي يعرفوا يكتبوا شكون يكتب هذاك يكتب حتى الحروف مو تعرف معناتها من يمتلك الكلمة والكتابة معناتها مخترق خلاص فهمتني صحيح ولكن أكبر بقعة معناتها تشهرت فيها The Dark List هذه La Liste Noire هي في أمريكا في وقت مكارتي اللي معناتها وصل نجروا فيها حتى تشارلي تشابلي بدعوى أنه كومونيست ولكن هي مش كومونيست معناتها لأنه مكارتي اللي تي كونسرفاتور اي تري ريليجيوز وانت تعرف اللي أكبر بلاد ريليجيوز ما هي السعودية هي أمريكا لي كونسرفاتور هذا عينتهم هذا التسيب في هوليوود كيف توا التسيب والواحد والعراق قال لك واه فهمتني في أمريكا ils font la chasse à tous ceux qui font du blasphème qui font الواحد دو كار دو فان معناتها الحياة معناتها هما ولت عندهم برشا حوايج ثم المباح والممنوع كثر الممنوع فهمتني ست ليس نوار اليوم هك تشوف معناتها حتى هتلر حتى ميسولوني معناتها هي أول عملية وحجرة لنظام الفاشي ولكن هنا اكثر من فاشي سامحني هو نظام يقول لك القائمه السوداء هذه نتاع الصحفيين والاعلاميين الذين تواطؤوا مع نظام بن علي او ناشدوه لاعاده الترشح الى اخره او انتفعوا بمعناها امتيازات ماديه نتيجه ولائهم لبن علي هذه هي وانا خايف تكون انت منه وانا ايضا بلا حرام ضاربين نحن باش نطلعوا يا اخي باش يحطوا الاخرين وما ينتيش اقصد الناس اقبل كل شيء نعم نحن نقول القواده قواتي وش يهمك فيهم خليهم لي نحبهم هذاك وعلى كل تو بالله جايين يعملوا في ليس نوار كان الصحفيين برا عمل ليس نوار نتاع الشرطه برا عمل ليس نوار في في يا اخي كلهم اللي كانوا معناتها
اللي تسميه الكل في الادارات. ثم مدير ما كانش معناتها كل شيء عاطيه له بن علي محسوب. ثمش مدير في 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 حتى في فك البنوك في في, في ثم مدير بتاع مدرسه ولا مدير الواحد ما كانش معناتها موالي لبن علي. يا اخي ما كتبش احسن حاجه كتبها جمله كتبت من برا ولا من داخل على تونس كتبها روبير فيسك. قالك 96% من التوانسه كانوا يصبوا برا اللوجه اكل 4% خلينا نربطوهم اكل 4% هما ذاك مهم نحطوهم في ليست نوع دايره ذاك مهم باش يحطوهم هات تشوف كان ما طلعوش نحن صبار. وكان يحبوا يعملوا كيف ماما رجال ويعملوا كيف كيف دون تو لي بي دو لوروب دو ليس يحلوا خزائن المخابرات يحلوا خزائن المخابرات كيف ستازي كيف ها في تشيكوسلوفاك ها وصلنا عرفنا اللي ميلان كونديرا كان سبع ها ما تذكرش تعملت حمله من بعد وتقلبت الدنيا وطف الضوء لكن يقولوا ملفقه هذيك الحكايه هذيك لا 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 سيتي معناتها اللي تي اوبليجي الى في لاج دو 21 ان اللي تي ايتيديون جيبدو معناتها كيف كيف في تونس لهنا يا ودي معناتها برشا ناس معناتها تجبر تلقاه معناتها مجبور معناتها تكرا كو جون فو جون معناتها كانوا مع اليوم قلبوا الفيستا يا اخي كي يقلبوا الفيستا معانا نقولوا لا وانا باش نحمي عليه معناتها ما نحبش يكون يمس انت باش تحامي توا على الصحافيين الاعلاميين اللي في القائمه السوداء ضد انه يهبط لي قائمه سوداء لانها هي قائمه باختياره هو وش ندخله وهذه السلطه ستون بريداتريس واكثر لحمه شهيه عندها هي الصحفيين معروف حتى اوباما يشتهى يتعشى بصحفي فهمتني مش ساركوزي ما كشفتش عمل في الصحفيين ما شلكهمش الى درجه مخيفه وما حطش كلاكلو معناتها في الصحافه كيف كيف معناتها مره حكيت قلت معناتها تفرجت فك مدغسكار ممكن الحمار يعتقد انه لليون اي فيجيتاريان يعتقد انه لليون ممكن هما في زو كانوا ياكلوا كانوا صحبه وهاد ما ياكلوش بعضهم تمشوا هربوا كيو دخلوا في الغابة الاخر جاء ما عادش شكون يجيب له الماكل ما عادش يشوف فيه صاحبه ولا يشوف فيه ديستيك شوف فيه ديستيك وهبرة مش يعضوا ولت عنده اكل معناتها الصوت متاعه اكل تسمعه كيلومتر كيو معناتها كيف كيف النهضة يحسيبوا فيها معناتها كلي فيجيتاريان معناتها ستان بريداتور كي اي سلطه هو حتى نحن السلطه راهي باش تطلع من بعد اخي باش نعطوهش نب ماذا مش حد ولكن هذه السلطه ما تنجمش تعيش هذه خاصنا النهضه ما تنجمش تعيش الا بالبروباغندا لان معناتها خطابها منذ ان خلق هو بروباغندا معناتها كيفاش معناتها مسيبين عليهم هو في وقت من الاوقات بن علي كان خايف انه توليش يا اخي اكثر حاجه كسرها هي كسر الاعلام سماش هذا اعلام ثم بروباغندا خايف انه تولي له حصى دون ماشين ما ولدش خلاص عنده ار توا اليوم سوني بلو معناتها ماهيش حصى نتاع ولات عاصفه من الرمل ضدهم ولات ان راك دون ماشين وما نتصورش اللي حتى سلطه حتى اللي جاء تتذكر الباجي قيس سمتي كيفاش كان يتعامل كيفاش كان متشنج كيفاش يدور كيفاش يهبل مهم هبلوه نتصور اللي معناتها الصحفيين اليوم اللي كان معناتها مبتور ليهم احسن عضو هو اللسان اي لا ما تعرف اون بارل اوسي افيك لا ما كوم دي غي دبار ما هادوش اليوم تسيبوا كيف واحد لانه قال لك يا سيدي كيف واحد كان مربوط 40 سنه ونهار كامل في الزو يقول لهم راني بشر راني بشر بقى 40 سنه وانتحلت الواحد تربى في لسانه معناتها الشر وتنبتت له النيام وولى لهم ان مانجور دوم
اجوردي الصحفيين بهم وعليهم بخيبيتهم وكانوا قواد ils sont devenus des mangeurs. معناتها قال لك تسهلوني قالوا لي يا اخي ماكش خايف من السلطه على لا؟ قلت انا تو خايف من الصحفيين على لانهم من الصحفيين على السلطه لانه الصحفيين ils sont devenus comme des vampires. دو يشموا في هاك مو سي دي سوسار دو سان. فهمت كيف كيف يسميها مروتيكوف سي هاك الذبان اللي تجي على الحصان ويشب يفون سوسي تو المون. يا ودي نهار تلبش وهما تو قاعدين خارجين مي لو جور وي الفون ريني لو ريني دو ميفيسو اي دو هانيبال لو كانيبال. معناها تو كملخص الامر انت ضد نشر القائمة السوداء للصحفيين والإعلاميين. نشرة هي معناتها معناها معناتها سي ان اكت دو فاشيست. كيف علاش معناتها ما تعملش ساعة ماهيش السلطة. السلطة هي معناتها واحد سي اون بارتي. كيف السلطة ما عمرها ما تاخذ من عندها الواحد الصحافي أول حاجة يقراها البرة رد بالك تاخذ الانفورماسيون من السلطة سي لو بيابا تاخذها من عنده راهي كذبة طول كذبة ما فيهاش ولا تنقل أخباره. معناتها نجي ننقل أخبار الصح ننقل أخبار ضده. يا أخي هذيك مهمتي مهمتي ما ننقلش اخبار مهمتي اني ننقده. وكيف ما قال معناتها دوستويفسكي في معناتها في اللي فرير كرمازوف الشيطان لست انا خالق للنقد. وهو مع التقريض ومع السلخ وايش بيه واحد يا ولدي. وهي عمليه تريسان ميم بور سو كي ديتيان لو بوفوار كي نسبك وين طيح لانه هو تلقاه منفوخ وعمل فيها il peut devenir un dieu et on a vu كيفاش le club des tyrannos arabes comment ils ont été divinisés. نحن خدمتنا شنو ستة خويا تاع ها يا اخي تذكر اللي عندي 70% فيها الحوار عندي مو تعرف خدمتنا شنو نحن فشينا عجل تطيح القدر وتضحك الناس عليهم لانه هو ما يحب يوصلوا لانه خوف قال لك الهيبه وخشين وهذه نشوفوا كيف في شو هذا كانوا عندنا خدمه اخرى ونقولوا عليه الحقائق لازم نعروه يا اخي من بكري معناتها مو تعرف لي ميديا في كل زمن حاجه مثلا في وقت شكسبير سيت لو تياتر لو تياتر ما نجي عليك ان نوديفي لو روا لو ماكبيث لو هاملت اللي نعرفهم ونعرف الفضايح نتاعهم دو لور كور ولا ماريفو معناتها كيفاش الباربي دو سيفي كيفاش كلو هي مخشنه هكا نتاع الباربي دو سيفي ياتيل ان سينيور كي ميريت داتر ان سيرفر معناتها لانه معناتها هم يطلبوا يحبوا من واحد ان سيرفيتور يحبوه شبه وخشين وياخذ 18 ساعه هي ثماش ملك معناتها كيف هذا في هذا خير منك معناتها ابو شباب وخشين وزفالت كل شيء وعين ازرق عين ازرق بس توفيق انت معروف عليك انت تقول اللي خفيوه الناس تقول هل عندك ثقه بانه سوف يتم تصويت على دستور او اعتماد دستور في هذه البلاد؟ شوف انا باش نقول لك حاجه لا باش نقولها لك معناتها طول ما كان نهار 23 ما تتعملش راهي باش تتقربش لانكم انتم ظهر فيكم هي ساعه قبل كل شيء البلاد هذه من نهار 17 ديسمبر لليوم حتى كربي الله يحكم فيها تتصور معناتها الجبالي معناتها هذاك يخموا فيه ما يخموش معناتها بتيتر معناتها لو بوفوار دو بروكسيميتي الوالي ولا هذا المرزوقي و سي مصطفى زكية ولا الغنوش ما يخموش فيهم الناس هذي يلفي اجوردي لا تونيزي في اون بيل انارشي الشعب التونسي معناتها اكثر من الوعي الاجتماعي والسياسي
أصبح معناتها ينازل المتسلط اللي هو ضعيف وضعيف جدا في السلطة وهو المتحكم في الشارع. تو برسمك يا اخي انت اللي النهار كامل هو يبعثوا لك في كل بقعة مقربجة يحكموا فيهم لا بالكرتوش ولا بالبوني ولا بالتخويف ولا بالفلوس. طيب ولا جابوا لهم اسمه وجابوا لهم الكوليرا ونحوا لهم الماء ونحوا لهم وصامدون يجوا حط في بالك اللي عاملينه مو تعرف دولوز قالك سي افيك لا تيرور اي لا تريستيس اي لا فان اي لا بوفرتي كو تو بو ديما هي ولدي ديما اخلق لهم اكل مش التريسيتي وبعد مو تعرف اكبر بالكبير دون لوف دو سيربون عمل لك البشر كيف عذبوا ومن بعد يجي كمد له جروحه كمد له جروحه ويلي راسه يولي يحب حنين لو بير سي اون فيت لو بير فو اتار فهمتني سي سا هو كل سنة جابوا الكوليرا دويناهم كل سنة ماكله جيبوا ماكله والله لو تذكروا الفلفل طلع للسماء عمروش الفلفل ولا بخمسة آلاف براس سمكة الفلفل معناتها الفلفل الناتن معناتها اللي لما يتكلم نظرية دي ودي دي معناتها ما هيش نظرية هذا مام شومسكي كي تقرا اللي هو ماهوش شومسكي سي تناتر اللي شومسكي يل ريبرون يربرو يقول لك معناتها اخلق له وجيب له الدواء هو الدواء ديما حاضر لا معناها قص الماء قص الماء وبعد رجع له الماء جيب له الواحد لما لدي لونغون ديما معناتها وهذه وما هما يصنعوا نظرية غريبة هذه يا توفيق يا ولدي ديما هكاك راهو ديما يعملوها خلطتي حتى في امريكا يا ولدي معناتها ما تقولش اللي تابع لك لا تيوري دو كومبلو لا 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 انا عم نفهم برا فقط يا ودي يا ولدي هذيك هي يا اخي قريت دولوز قريت يقول لك معناتها لورسك دابور معناتها سو كي ديتيان لو بوفوار لا لا حسب رايي نظريتك انت دي كونسيرفاتور سامحني حسب نظريتك انت ما انا سي حمادي جبري ويقص الماء وقص الضوء قص الماء وقص الضوء وبعث سسمه هو اول مره اسمعها انا اي وما يحبش يعطي للعمال وتو هاو يعطيهم شويه فلوس كيك اي فو كريي بور كو سا في اون في معناتها قال لك سون اون ميرد ما تنجمش اون فا سون ميردي فهمتني يفو كل كري كي يا اخي تعرف حكايه السيد واللبه كي يقلقوا اسم يهبطوا يعرقوها للمتعدي مثلا انت تتعدى يقول لك اش تتكيف تظهر تتكيف مرقبور يعطوك زوج شلابق برا ما تتعداش ترجع لهم فاقونه كامله فيها حد جود لاك تسمع بيه جود لاك القديم هذاك وسلام وكانت اش تتكيف يجوا لهم عمك الثعلوب كيف فهم في جود لاك ولا اشتراك تتكيف فهم الكل النظرية متاعك دونك اول مرة تطرح في السوق نظرية معناها البلاد هذي اسمعني اسمعني باش نقول البلاد هذي تحت بن علي ولا تحت برقية كنت تمشي حتى بالبزاق امشوا لا الماء والكرافس ولا يعني عمرو تقص الحكايات هذي شيل كنت تمشي بالبزاق كنت اول مرة تقص عن الماء والضوء اول مرة يا ولدي اللي انه من عظام بس ها باش نفسر لك حاجه عظام الناس معناتها شافوا اخسر اخسر النهضه اللي انت ماكش شالك بها نحن ساعه تو اون في لابري النهضه سو النهضه ما بعد النهضه تحت النهضه فهمتني النهضه شلقت اللي ما هيش ماشي فاهمه عطيتها ان جوي كيفك جمعت فهمتني لي بيغمي جي تهز وكي يشوفوا مثلا فرجيدير ولا كيف هارون الرشيد ونبعث المونغالا للفرنسيس كاك فيليب بقى وعساس كيف كيف هما تو في الدولة بيتين في العجب شو الصوت ويطلوا من نوتا يتحركش بات بوجي شو فهمتي انه ميم با ني لا بوسور ني لامبوستور تو سي كو لا بوسور اي لامبوسور كيف كيف معناتها دون لو بوفوار يفو ان لامبا هذاما وزادوا شافوا اللي الدنيا الكل ما عمره ما وصل الشعب التونسي يكره حاجه قدر النهضه هذه تعرفها ثم شو قاعد معناتها
الكره بن علي ما كرهنيش كيف ما كرهني يا اخي ولت الناس تقول والله بن علي اللي نحن معناتها عرق هنا بن علي ما نحبوش يرجع برجوني يمكن يرجع مانيش نتكلموا نسكت لا المره هذه نسكت ماني قلت له جون بارتي ريبا كان يرجع ولا حتى واحد كي بن علي ولا وهاجر البلاد مش نعرف الى هالدرجه ذي وصلت انت توا ايه مش نعملوا اخوي عاد قلت لك الناس هذه ضدهم اقصد ليتابليشمنت ضدهم لوجيتي ضدهم لوجيتي لوجيت ضدهم لوتيكا ضدهم لوتاب ضدهم معناتها شفتك اللي اعتمد عليهم بورقيبه باش يغلب اسمه باش يغلب بن يوسف كل هذا يو اون بلوس دو سا تو لي زافوكا تو ميم لي جوج اللي تربوا هما في مخيلتهم راهو تربوا يقراهم كيفاش يحاكوا تربوا ضد النهضه البوليس تربى ضد النهضه فهمتني تربوا تجي اليوم باش نعيه كيفاش واحد ريفلكس يولي ريفلكس اعمل الف مره وتبقى ديما تعمل هك هما عملوا مليار مره ضد النهضه فهمتني مش اليوم يقولوا يحبوها لكن النهضة كما قال الشيخ راشد رضي الله عنه يعني من هذا البلد وما عندهم وين يمشيوا هذه بلادهم معناها وين قادوا يا ودي النهضة نقول هم يحبوا يطردونا لا ثم ديما نقول زوز حوايج كي نشوف هاك لابسين بناوير وعاملين الحي اللي نشوف فيهم خمسة ذكر هكاك ما تعرف اكلي خمسة ذكر يلبس لك بنواهر ويحجم رجل ويخلي رجل كان دخلت امراه يعمل رجل بتاع الشعر كان تخرج راجل يعمل رجل بتاع اي فهمني في على ورقه هذه فهمت توا هذوما لابسين بنوار والحي وكذا وشي حجم الاثنين اي ما نام من تونس وهما ما همش من تونس او العكس او العكس كان معناتها تو نشوف معناتها والله نعشت فيه ما شفتهمش هذوما ما شفتهمش خلاص راه يا اخي كنت تشوف فيهم؟ لا كنت تشوف المناظر؟ لا ولا قبل كنت تشوف في الفواله في الحجاب؟ يا اخي امك كانت تتحجب؟ لا قال لك لا ثم واحد التوم تحجب واحد كي تخلي في لي فام ديموكرات ان نو سون با ديموكرات قال هذا هذا جاي يطلب فيا انا باش نسندوا مش ننسين معناتها الراجل هذا قال لي انه سون با ديموكرات علاش؟ قلت كيفاش ديموكرات واحلام بالحاج؟ قلت ما تدخلش معنا معناتها في الواحد امراه معجبه هي نورمال مش هي امراه معجبه معناتها في جمعيه فيمينيست ويحب ولا يكره معناتها لو فوا شو إلى أين كونوتاسيون معينة إلى ريليجيوز هما يلبسوا فيها ولا وين ما ريليجيوز وتدل عن شيء أنه شعر عورة والأذن معناتها حبيت نقول لك اللي معناتها هذا هو معناتها حبيت نقول لك اللي النهضة حجم الاثنين أنا معناتها من تونس كيف كان الأرش رانا ولاد تونس شيري تونس قلنا لك نحن ماكش ولاد تونس يا مارك حولدي هكا انت تقول لي مانيش ولاد تونس يا راك حولدي يا ريث يا ولدي والله اللي ظاهر فيهم باش يدوروها كارتوش فهمني وما يغلبوش راه يسون اون مينوريتي وتعرف راه التونسي خايب خلاص راه كان هز الكارتوش لا لا تركع فيه لا لا واعر العمر بالزره راه هنا برقيبه برولهم وواعر بكري ما كلها على بعضها يا اخي تذكروا عليه بالغنام كي جابوه شلين ومنين ولو كي يقرا اسمها بي سلامة ذي بيعتري سلامة كي يشوف كيفاش هكا وفرسان الزغانمة وولاد ولاد بوغان من الاشاوس كيفاش كانوا يشدوا جماعة المحلة ويقصوا لهم روسهم باش ينجموا ملقوش واحد ملقوش قدرة اكل واحد باش يعملوا امبيفواك يزدم ثلاثة حجر يقصوا ثلاثة روس اوكي باش يقدوا بهم فهمتني؟ فردوا بالكم قول لي راه كان تاكل بعضهم تاكل بعضها راهي تولي فيها عرض هل الفيل المزمر اللي عندك يا ولدي هذه هي
معناتها تو نحن برسم ما يحب ينطقك ويكفرك فهمني. نحن حاربنا من اللي ولدنا على انزاز دو ليبرتي يا ولدي، كان عطانا بن علي شويه حريه فهم نتكلم رانا خلينا. الناس هذه جاي مشوا اكزيست وجيت حب وشفت الحبس اللي كنا فيه، ما كنت نسمي فيه اون بريزون افيك دي بارو هومان، زي مشوا باش يسيمونتوا لنا سيمونتي معناتها باش يعملوا لنا ان كوفراج معناتها نعيشوا في ان بوكير. تعرف هاك الحكايه هذيك اللي نحكيتها فيها، ما قال لك باش معناتها وين ما عادش ينجم يحكم بن علي باش يقولون هما تو باش يعملوها دار فيها باش يقولوا واه راهي اوكرانيا ضربتنا بالنووي ويلزمكم تدرقوا، حضرنا لكم مناجم الرتيف ومناجر الجريسه وجبل الرصاص وجبل الحلوق وتدرقوا غادي هكا هو معناتها باش يعيشونا كيف تو يحبوا يعيشونا في الدواميس من اهل الكهف اي من يسكروا علينا وهم يعيشوا لانه اللي يقولوا فيه لا يعتقدون فيه ما يعتقدوش يا اخي. هذا هو مسيلم الكذاب فهمني يا اخي تو هذا اعتقاد تو الي فري معناتها الدين في كل معناتها كيف ما قال معناتها تاركوفسكي او مام افلاطون معناتها اللي جاء ضد معناتها الشيمير لي جو وانت تعرف لي جريك معناتها شدوا لا سيتي خلاها وشدوا لي جو سكروا عليهم في الاكروبول طلعوهم اسمه واللي عنده وي سي فري معناتها لام باه واحد كيف ما يقول تاركوفسكي معناتها سي ان انيمال سوليتير كي في لا تيرور du lendemain ما يعرفش على روحه وعلاش باش يموت والواش والولد التو يا اخي ثم فلسفه وصلت ثم حكي الواش والولد قال ايه مام اسمه جان بول سار تستفيق باللي سامحني هذول الناس عندهم فلاسفه عباقره. نعطيك مثال يعني اللي يجي في راسي سي ابو يعرب المرزوقي فيلسوف الاوفيسيال نتاع النهضه اللي قال انه السياحه بغاء سري. شو رايك في عمق هذه الفلسفه واين موقعها في التاريخ في التاريخ الفلسفه الانسانيه؟ اسمه هم ابو يعرب المرزوقي هذا اكبر ما انتجه هذا الوطن العزيز من فكر فلسفي متطور هو سي ابو يعرب المرزوقي اللي بالله مش كان عملك عن والله ما اتذكر انا حتى وجهه ما اتذكروش لكن سمعت به وتسمعوا بالمعايدي خير من تراه. نعم شي نجم يكون موجود لان يعني الناس سمعت ثاني مره قال نو نافون با دي كانار اونشيني اونا دي كونار اونشيني. جيم كونا اونشين شكون اللي قال هذا هذا ابو يعقوب مستحيل يقول سيرمون اللي كان بويو يصوت فيه كان صغير وتلقاه كان يقرا في المدارس الذر الكل تصوت فيه ويكرهوه البنويت ما عمره ما صاحب هذا طفل تلقاه حتى ونعرس امه دبرته امراه وتلقاه مرته لتو ما عاد لقاها له في الدار وتلقاه ذري تفسير سيكولوجيك هذاك هو ما عندوش حتى تفسير يودي امشي ادخل في مخه تو تلقاه اللي معناته حياته سيت اون ميزير سيكسويل سيت اون ميزير لوديك سيت اون ميزير انتلكتويل سيت اون ميزير يودي نحن كيسك تو انت ونا كيسك كنا كومبيان شوف الباناش والفانتازي وشيخين ونصبي وكهو هو تلقاه مسكين خم يحزك على انك ما عندكش لا ما يحزك انك معناتها تو فري تو هاد لا فريشور تو انكور جون راهو كارهينك الناس كل جست يصير اللي كارهينك تو انكور جون اك تو ام لي جان سي توفيق مازال الاسئله معناها لانه انت تعرف يقولوا كيف تشتد الازمات وكي يهبط الكابوس فما شخصيه وكل شيء قال لك لارسكوس ريان فا بلو انفويي لي كلون لا لا في كل بلدان العالم فما شخصيه يعني هي في الواقع مش مجنون هو في الواقع انسان يعمل روحه مجنون يسموه لو فو دو فيلاج اللي مرات لو فيلاج يقول عن طريقه هو ما لا
يتجرأ عن قوله. وفات كيف البراحة معناتها براحة اللي توك فهمتني سي ليبرويتار كي دي اون فيت اون فيت اون فيت تعرف شنو اون فيت سي سي الفنانين والواحد سي سكيل فون مثلا شيكسبير il dit ce qu'il ne faut pas faire il fait ce qu'il il dit ce qu'il ne faut pas dire il fait ce qu'il ne faut pas faire انت بالذات من اهلي في سنوات طويله قمت بدور مجنون القريه من الشخص اللي يقول يتجرأ عن قول ما لا يتجرأ عليه الاخرون فاليوم تقريبا بدات تتأزم الامور ودي انه لا معناتها انا رجعت معناتها انت معناتها حق راك جبت هذا السلطه وقريت عنوان وما تنجمش تقراه ظهر فيه حتى عنوان والله تخاف ما تنجم تقراه العنوان الموجود كيفاش انت معناها بالعمق الجنوني اللي عندك كيفاش تفسر انه سياده وزير الداخليه كل مره تهجم مجموعة إرهابية على مثقفين على نساء على مظاهرة لكذا شدوا من هيرين وسيبوه كيفاش تفسرها أنت؟ والله تفسرها أنه ثم النهضة ومشتقاتها فهمت؟ الحليب ومشتقاتها كيف النهضة ما عندها ما كان معناتها لور أون فيت أون لي زابولي لي باربو جماعة النهضة سي معناتها لي زامبيرب غنشوفهم براتيكمون يسون امبيرب لعند اللي صغير اي يسون امبيرب الاخر تعملوا شنبات كي صدام حسين فهمتني مي لي باربو هما سي سي معناتها الجناح الحقيقي نتاعهم والجناح الذي يفكر معناتها بالتفكير الحقيقي نتاعهم اللي هما c'est des princes de guerre. هذايا ما نعرف شكون ابو يعرب والاخر ابو يعرب الحي الكل فهمتني ابو يعرب الجهاديه والسلفيه والدعوه وما نعرفش اكل الحي الكل هذاك مهم اكل بيجي وقال لك عندنا السيوف وقال له اسمع نحن راهو عندنا السيوف عندنا مورو فهمت اللي هو مورو نعتبره معناتها اخطر واحد فيهم لانه يحب يعمل كراسي وطول un régime religieux conservateur un retour à la science اللي هو اسمها الى المعرفه الدينيه ومحاربه الناس بالذهن الديني اور معناتها هي هذيك اقوى حاجه الرجوع معناتها وقال لك ايش يهمنا فيهم تلاهوا باولادهم فهمتني هو والراسين كم الاخر معناتها اللي شلق بها معناتها خوك الشرفي صديقك سي الراسين كوندوا عساتك يحبوا يمشوا للمدارس ويمشوا للواحد ويمشوا غادي ويقول لك جامع الزيتونه معناتها يلزم يخرج العلم معناتها المعرفه لمحاربه المعرفه الاخرى المعرفه السيفيل معناتها ثم الشيء والسياسه نحبوا ثم كلمه معناتها تقالت عليها هي هيك اتنونك ايسي ايمانتونا هنا الان شنو تتكلم فيها يا اخي مش مدخلني اخوي ما نفهمش اولا ما عنديش ما نفهمش نفهمش كلمني على السياسه معناتها كيفاش والسياسه هي شنو معناتها لو بوليتيسيان سي كوا سي سولوي معناتها اللي يهتم بلاشوس بيبليك لاشوس بيبليك معناتها مشاغل الناس الترانسبار الصحة التعليم السكن الشغل هذه تهي الدولة الناس كل توم مش فاهمت الدولة وانت خلقت أول دولة إلا كانت تحبوا تخترعوا لنا في بابل ولكن أول دولة تخلقت في أثينا وخلقوها أساسا معناتها لما جوريتي بافر ضد زوز ملات منطقيين ياسر معناتها لو بوفوار دي زارم اي لو بوفوار دو لارجون وكانت واش خلقوا معاه دو كورولير سهل هي اون ايدي سيت اون ايديولوجي كي ريست مودرن جوسك الي بلاتونيك اللي هي عندنا زوز حوايج اللي هي يطلبوا بها التوانسه تو قال لك لوتوريتي اي لا جوستيس لا جوستيس راهي فيها لا دينيتي لا جوستيس كلها مشكل القضاء معناتها توزيع الثروات هذيك من بكري تخلقت
لتا على الشيء هذا اي لوتوريتي كيف كيف راهي فيها لا ليبرتي هاك اللي يحكي عليها جون جاك روسو اللي يحكي عليها ما تعديش انا نحمي لك الحريه وحاجه اخرى باش نقول اليوم حط في بالك الغرب الكل مازال واعي بهذا الشيء مازال واعي بالدوله معناها بقيمه الدوله اللي فيها زوج حوايج هذه لوتوريتي اي لا جوستيس لوتوريتي هي شنو بالعربي ما هي لوتوريتي لوتوريتي هي لوتوريتي اي لا جوستيس هي العداله il y a un retour مثلا سقط ساركوزي لانه شلك الدوله كيف ما انا قلت للشيخ راجل لقد شلكت الدوله يا شيخ راشد توفيق فما زميل اللي كنت يقول لي معناها المصيبه الكبرى في الوضع اللي نعيشه اليوم مش كونه بدت معناها بوادر لاستبداد او فيه محسوبيه او في استيلاء على مفاصل الدوله قال لي كل هذه ثانويه يعتقد زميلك يقول معناها انه الفتره اللي نعيشها اليوم احرق فترات تاريخنا علاش معنى زاويه نتاعو هو يقول لان البلاد تحكم فيها حركه سياسيه ما فيها حتى عالم اقتصاد ولا عالم سياسه ولا عالم طب ولا عالم فيزياء ولا راقص ولا مغني ولا رسام ولا فكاهي ولا حتى عالم وحتى مثقف وحتى فنان وهذه أول مرة في تاريخ تونس أنه تيار سياسي بهذا الفقر بهذا العجز يحكم بلاد مثل تونس شو رأيك؟ نبعد ولكن هو الكلام نتاعو راهو صحيح صحيح لأنه لو سور ميراكل لو سور أرمس لو سافوار يعني هي قال معناتها تو لي زيستوريان لو ديز لو سول ميراكل سي لا غريس اللي عطتنا المات والفيزياء والجغرافيا والتاريخ والطب والواحد وكل شيء والليستوار الى بوليتيك والفلسفه هذاك هو سي لو سول ميراكل هذاك هو اذا وحاجه اخرى انا بالتو باش نرجع لها باش نعاود يا ودي نحن علاش حاربنا بن علي وعلاش الناس كل تحارب في الدكتاتوريه لان الدكتاتوريات السون انكرونيك كيف هذا ما يصا انكرونيك معناته لا ما همش نتاع القرن والواحد ما يفكروش بالقرن والواحد والعشرين ما يفكروش كيف ما قال على الناس اللي عملت الثوره اللي قالها وكان معجب اعجاب كبير معناته محمد حسنين هيكل قال الشعب التونسي هذا الواعي الذي قام بهذا الثوره برجالات القرن الواحد والعشرين وبفكر القرن الواحد والعشرين وبأدوات الواحد والعشرين نحن نحب نقول نزيد أنه كي حاربنا نظام يصنع أناكرونيك نعم. يصنع أركايك يود يفكروا اقتصادهم اقتصاد ما نطع عكاظ بالترك والواحد وبيع وواحد يشري برك يجيب شوية فلوس لا معناها السيد هذا يقول لي أنتم تقارنوا يعني حركة النهضة بأي حركة استبدادية أخرى قالين بغلطانين لأنه تقارن بينوشي كان عنده الفنانين نتاعه والرسامين والمغنين والعلماء اللي ساندوه فرانكو نفس الشيء هتلر نفس الشيء قال هذا ما عندهم شيء لا فنانين لا علماء لا رسامين لا مغنين لا راقصين حتى شيء ما عندهم هم ضد هم ضد الاشياء هذه كل شيء موجود في الكتاب وتعرف معناه ضد الحياة ضد الحياة ومع كتاب واحد ورأي واحد ومعناتها كهو تجميل معناتها هما ضد معناتها الصنم وهم يصنمون الحياة سي توفيق بعد هذه المنعرجات والالتفاتات لكل جوانب حياتنا انت مرة من المرات اعلنت ان ترشحك للرئاسة الجمهورية هل ما زالت عندك هذا الطموح طموحات هذه؟ يعني نتم معناتها نو سوم اوماكي اوماكي نو سوم او جبال معناتها طلعنا للجبل كان انتم ما كنتش شالخين معناتها نحن قاعدين نحاربوا ونحاربوا معناتها في حاجه معناتها سي دي زاليان ناس جايين من 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 القمر جايين من وين معناتها مو نطلب من الشعب التونسي معناتها انه يوقف
ويزيد من الغباء ويزيد من البامة. شنو تحب معناتها تحب ولدك معناتها يعيش معناتها العيش الكلب معناتها اللي قاعدين يحضروا لنا فيها معناتها الناس كل يلزم توع ونهار 23 يلزم كراجل واحد معناتها يوقفوا ويقولوا ساعة يلزمهم النهر يتسلم السلطة اللي ما نجموهاش هما ديجا مسلمينها قاعدين برك ياخذوا فيك شهرية منها دار فيها توصل 10 ملايين ولا 10 ملايين ياكلوا ويعبوا في كروشهم كاو معناتها هذا كاو الحاجة الوحيدة معناتها انه ومن كل معناتها كيف كنت معناتها من المنبر نتاعك من اليوم معناتها ولابد انه الناس التي تؤمن انها تونس دولة عصرية قبل ان تكون عربية واسلامية نحن نعيش معناتها سي لو طون ايز اوبلي كون كونغريس اليا لو ديو كرونوس اقوى ديو سيلوي كي لو بير دو زوس أنا فهمتني احنا مش مثنيين والحمد لله ولكن لو طون لا يرحم انت سي نحن اليوم نعيشوا الواحد والعشرين مش القرن السادس ميلادي فهمتني انا نرجعوش لما ما ثمش حتى ماشين في الفيزياء اون ايفولوشن او اون ريفولوشن تمشي لقدام هما تو يعملونا في اون ايفولوشن الانفولوشن هو الانتكاس والعرب مخشين فيهم معناتها كلمة الانتكاس الانتكاس يا اخي حتى تونس معناتها يا ولدي كيف ما قال والله اللي ثم كلمة عجبتني عندك ولد احمد كي يا ولدي يا اخي نطبع باش نولي كالسعودية جماعة بولعقال ولا كي جماعة نحن نولي هولندا السويد مش مشبههم كل نسوين وكل واحد في السويد مش نمشي لا 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 توفيق نسيت فقط معناها سؤال هام جدا وانا تغفلت عليه وعلى فكره كان يكلموا خشينا عليهم في الكتيب خشينا عليهم نفكر وضربنا بنا تي بن علي يغلبهم في نهاري اخي ما منعنا بقينا في الدار ونضربوا على بنا وفي الشجاع وانت تعرف انتم هما كي يشوفوا البوليسيه يقولوا نحن كنا نضربوا معاهم البوليسيه سي توفيق سؤال هام جدا انت كمفكر يا اخي تتذكر ولا لا؟ اي تذكر ما خفتش مني نهارك؟ خفت مني نهار اللي ضربوا حمر لا وجاء رئيس المنطقه يشكي لي منك قال شوف ستار شوف هذا يسب في البوليسيه كيفاش نعمل معاه وش كذا قلت له دبوا روسكم الناس سبيتوا عن حق لقيته مش يضربوا في الطهر وراضي انا قلت دبوا روسكم بعضكم انتم تعرفوا بعضكم لا السؤال نتاعي فلسفي اكثر منه معناها نتاع احداث كذا السؤال نتاعي توفيق فما معركه تويك حاميه الوطيس بين سي العبيدي معناها إمام جامع الزيتونة ووزير الشؤون الدينية سيال أنت مع شكون تنحاز؟ ننحاز مع الفسيدي مع العلم سي العبيدي هذا هو اللي يعني هدر دم الفنانين جنب ما عنديش حتى انحياز لانه ما عندها في بوطه المفروض تاخذ موقف لا لا ما ناخذش معاهم موقف وشيخ عليهم لانهم اللي عالمهم هما عالم معناتها ستان كوشمار علاش تحبني ندخل في الكوشمار نتاعهم مش مدخلني بالاني انت تعمل لي فيها معناتها تحبني الليله معناتها نحلم بالجنون ونحلم بالوعد والشياطين لا لا خليهم خليهم وحدهم يتركهم كيف ما قال اسمه يترك شيء هذا معناته معناته ستان كومبا سيليست ولا ما نعرفش عليه ما بينات وزير الدين وجامع الزيتون وامام جامع الزيتون المعمور وظهر فيهم عندهم مريدين كل واحد وعنده وكي تاكل بعضهم بالسيوف هذه بين بعضهم اي ظهر فيها يسماها واقعة المدرسة اسمها واقعة واقعة الزيتونة واقعة الزيتونة إن من الله عز وجل أنا ما عيتوكش كنتي كمعناها حكم تقولي كي عمر بن العاص كن أخطر من عمر بن العاص أنت كان عيتولك حكم بينات الاثنين المهم سي توفيق احنا في انتظار صدور كتابك الكلاب ليشيا بالفرنساوية
وأما عندي ثقة تماما باش يكون بمستوى استفزازي لا مثيل له مثل الكتب السابقة. ففي انتظار هذا الكتاب وشكرا على قبولك للاستضافة، وإن شاء الله معناها ما نقعدش نتوحشوك قد المرة هذه، جينا أكثر لأنه شوية تهزت رفع عندنا المعنويات في الظرف الحالك. كثر خيرك خويا الطاهر. بارك الله فيك، التوفيق.